افتتحنا اليوم معرض الأعمال اليدوية والتدويرية بالتعاون مع روضة البراعم. طبعا الغاية من هذا المعرض هو رسومات عرض رسومات الأطفال ومنجزات الأطفال اللي قاموا فيها، إضافة الأشياء اللي عملوا على تدويرها. الغاية من هذا المعرض هو تدوير مخلفات المنازل، تدوير مخلفات المشافي من أجل الاستفادة منها مرة أخرى. المعرض كتير كتير حلو، وهذا المعرض أحد المشاريع اللي بتهدف لتمكين المرأة في الريف إدلب الجنوبي. بمعرضنا اليوم حبينا نفرج العالم بأشياء بسيطة ممكن نحولها لمواد جميلة حلوة. نحن معرضنا قائم على فكرة إعادة التدوير لنخفف ضغط عن بيئتنا اللي تشوهت بظل الثورة بسبب عدم ترحيل النفايات، عدم فرزها. فنحن حبينا نبدأ من أنفسنا بأشياء بسيطة ونصدر فكرتنا للعالم. فنحن بشوية اكسسوارات وبعض الأوراق الملونة حولنا هالأشياء المشوهة للبيئة لأشياء جميلة جدا، هي صارت تحف ورح تكون بإذن الله دخل لبعض الناس، وهي بالفعل صارت دخل لبعض الناس. المتدربات عندنا بالمركز كثير منهم صاروا يشتغلوا ويقدموا يبيعوا للسوق، وعم بتكون يعني عم بتعد لهم ببعض المردود المالي. وقفوا بالنص.